على هامش احتفال المؤتمر التنويري الخامس للتعاون بين أسيا وإفريقيا في مجال الصحة برعاية مؤسسة ميرك وتحت رعاية السيد ماكي دي سال رئيس دولة السنغال ووزارة الصحة السنغالية. نظم المؤتمر التنويري جلسة ضمت العديد من السيدات الأول لإفريقيا المشاركين في المبادرة والتي حملنا لقب سفراء حملة أكثر من مجرد أم. كاميرا قناة النيل الثقافية نقلت لكم الحدث، تابعونا. إنه لمن دواعي سرورنا ونتشرف بوجودنا معكم اليوم. تحياتي إلى السيدة مريم سال حرم رئيس جمهورية السنغال، وأشكر سيدات الأول التي كنا سفيرات لمبادرة أكثر من مجرد أم لتمكين المرأة. سنبدأ من خلال هذه المبادرة في تدريب 84 أخصائي تخصيب وعلاج للعقم وعلاج للسيدات من هذا المرض. كما لدينا برامج للأورام في مصر وماليزيا وكينيا، وسنبدأ دبلومة لعام كامل من أجل مرض السكري ليكون هناك متخصصين في علاج السكر في أكثر من 45 دولة على خريطة البرنامج الموجه للسكر. وجدير بالذكر أن ننوه أن ميرك بدأت عملها في أفريقيا من 2012 في أوغندا من خلال وزيرة الصحة الأوغندية، ثم بدأنا في تأسيس مؤسسة ميرك بعدها، لذا نحتفل اليوم بمرور عام كامل على تأسيس هذه المؤسسة. ونعمل أيضا من خلال مؤسسات أخرى في إندونيسيا والهند وغيرها من الدول التي استفادت من برامج التأهيل لأخصائي علاج العقم والخصوبة، منها دول كبنغلاديش، الكاميرون، تشاد، ساحل عاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا كوناكري، كينيا، مالي، ميانمار، نيبال، نيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، سريلانكا، تنزانيا، توغو، أوغندا. ويوجد 60 أخصائي عبر قارة إفريقيا تم تدريبهم، وأيضا قمت بمقابلة العديد من السيدات اللاتي لهن قصص تبكي القلب، ولم يكن هذا ممكنا بدون رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لميرك وهو السيد فرانك شتانجنبرغ. أنا سعيدة جدا بالترحيب بكم في بلدكم المضياف السنغال، لنرحب بأخواتي السيدات الأول حرم رؤساء دول إفريقيا اللواتي شرفونا اليوم، والسادة الضيوف ومعالي الوزراء ورؤوس الوفود المشاركة معنا اليوم. وأشكر كذلك لميرك اختياركم لدكار من خلال برامجكم للصحة. وباسمي شخصيا أشكر كل الأفراد القائمين في مؤسسة ميرك الخيرية والأمراض التي نناقشها اليوم. وهذه الأمراض من المعروف أنها تسبب ألم وتعاسة ومشقة للأسر المنكوبة بها، لذا أؤكد دوما على أن الوقاية، التشخيص المبكر، العلاج الصحيح هو نفس ما نبحث عنه ونود تحقيقه معا. لذا أود أيضا أن نؤكد وحرصنا على أن نعمل سويا مع أخواتي ومع مؤسسة ميرك لكي ننهض بمجال الصحة في بلداننا.
Ladies and gentlemen, again, good morning, bonjour, and guten Tag. I'm proud to address the professor. It is a distinct honor for me to be in attendance. أرحب بسيداتي الأول أخواتي وأشعر بمنزلي كامرأة وكأم بين أخواتي وبالطبع هذه أول مرة تشارك فيها بوتسوانا لذا أشكر لكم دعوتنا للحضور كما أدعم المجالات الهامة التي نتناقش فيها على رأسها مبادرة أكثر من مجرد أم لابد من دعم هذه الحملة لأنها تؤثر على المرأة والرجل على حد سواء لكن جميعنا نعلم جيدا كيف تتحمل المرأة أعباءها وحدها الخصوبة في بوتسوانا 15% وحالياً 3% لكل امرأة تعاني من العقم ويتم تعذيب المرأة أو معاملتها بإساءة وأحياناً يطلب من المرأة الإنجاب قبل الزواج كضمان وأن كمال المرأة لن يتم إلا إذا كانت أم هذا بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسها الأهل وخاصة أهل الزوج كل ذلك يحمل شعوراً سلبياً تجاه المرأة وتضغط على المرأة برغم من أن المشكلة قد تكون من الرجل كذلك نحتاج لتغيير تصور المجتمع حول هذه الحالة ونود أن نرى بعين جديدة أو نظارات جديدة وسيكون من الجيد لو أن هناك إصلاحات في الاستراتيجيات كما أن أيضاً وسائل الخدمة الخاصة بعلاج الخصوبة قد تكون خارج نطاق الأسرة لذا علينا أن نشجع المرأة أن تناقش هذه المشكلة فقد تصبح صامتة كذلك لابد من تنوير الأطفال من الجنسين وتبني الحل المطلوب وتوفير المراكز الخاصة بالعلاج على هامش الجلسة الافتتاحية التي حضرتها أكثر من 15 سيدة أولى لأكثر من 15 بلد إفريقي تم عرض فيديو يوضح 30 دولة التي تعمل من خلالهم مؤسسة ميرك الخيرية في مجال التدريب الصحي حيث تقدم منح للدراسة في الأورام من ضمنها مصر الهند وكان هناك حوالي 32 دارس ضمن 24 دولة استفادوا من برامجها أشعر بالسعادة من مصاحبة ومشاركة أخواتي سيدات الأول لنحتفل بعيد ميرك السنوي وأتمنى أن نعمل سنويا من أجل تحسين مستوى الصحة في بلادنا وأن يكون هناك مساواة في الحصول على الخدمات الصحية بين دول المنطقة في أفريقيا وآسيا والعالم بأكمله وأرى أن من أهم دعائم ذلك هو التدريب وبناء الكفاءة الطبية المختلفة في مجالات كالأورام، السكري، أمراض القلب والخصوبة وأسعد كذلك بأني كنت سفيرة لحملة أكثر من مجرد أم فهي حملة لأول مرة ترفع عن المرأة حرك تحمل مسؤولية عدم الإنجاب وتنصفها في المجتمع وأن المرأة وإن كانت غير قادرة على الإنجاب لا تزال قادرة على إفادة مجتمعها ومن المحزن أن بعض الثقافات يتم فقط تحميل المرأة سبب العقم فيها بينما 50% من الأسباب ترجع للرجل وسوف أعمل عن قرب مع ميرك لحمل هذه الرسالة من أجل تغيير العقول ونزيد تعاوننا في مجال تدريب أخصائي الخصوبة وإزالة الوصمة عن المرأة وتشجيعهم للحديث مع أزواجهم بصراحة حول الفحص وتحديد المشاكل وبناء توجهات جديدة للمجتمع شكرا للحكومة السنغالية ولمؤسسة ميرك الخيرية de faire partie de ce sommet mondial. Il est très rare de voir une plateforme aussi diversifiée. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, ma sœur la Première Dame du Sénégal, mes chères sœurs Première Dame d'Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de Merck,
Madame la Présidente Directrice Générale de la Fondation Merck, distingués invités, prestataires de soins de santé et décideurs politiques, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse aujourd'hui de me joindre à ma أشعر بالسعادة من أجل مشاركة أخواتي اليوم. في 2016-2017 شاركت في مصر وساحل العاج حيث بدأنا شراكات قوية من أجل حمل هذه الحملة أكثر من مجرد أم إلى أعلى المستويات من أجل نجاحها. جمعت ميرك أكثر من 500 متخصص في الخدمات الصحية، وقبلت في عام 2016 في مؤتمر ساحل العاج أن أكون سفيرة للحملة، وقمت بتشجيع سيدات كثيرات للحديث عن مشاكلهن وعن صحتهن الإنجابية. وكأم في المقام الأول وسيدة، قمنا بعمل مشروعات للأمهات التي لم ينجبن بحيث يدعمن أنفسهن كنوع من تعويضهن عن الأذى الذي تعرضن إليه وكيف تحولت حياتهن. لذا أرى أنها تجربة فريدة من أجل تحويلهن إلى أعضاء مستقلين قادرين على العطاء والمساهمة. وسوف أقدم لكم الشباب من خلال مؤسستي لترشيح الشباب. في نوفمبر سوف يكون هناك بيننا تعاون من أجل تطوير وسط أفريقيا وكل أفريقيا، والعمل من أجل بناء مجتمع موحد للمرضى وتدريب الأطباء. قد تشتهر السنغال بالنجوم السوداء لكرة القدم، لكنها اليوم ستشتهر أيضا بتقدمها في المجال الطبي. شكرا لكم على دعوتي للحضور والمشاركة. africains et asiatiques, du secteur de la santé et des communautés. La Fondation Merck pour la cinquième année rassemble aujourd'hui plus de 500 prestataires de soins de santé, décideurs politiques, universitaires et chercheurs de plus de 57 pays africains et asiatiques à Dakar. The chairman of Merck and CEO of Merck Foundation, distinguished healthcare providers and policymakers, ladies and gentlemen. إنه من الشرف أن أجتمع مع أخواتي السيدات الأولى ولمؤسسة ميرك. لمن يعرفني عن قرب سيعلم أن توفير الخدمات الصحية الضرورية للأم والأطفال هي من أهم وأول أولويات التي أعمل عليها في غانا. وقدمنا مع مؤسسة ميرك الخيرية سنة كاملة لدبلومة السكري في المملكة المتحدة، إلا أن السكري وأمراض ضغط الدم هي أمراض لا يدركها المريض بسهولة ويتجنب التحدث حولها، لذا من المهم أن نطرحها للنقاش. لدينا برامج للدكتوراه في الهند ومصر في جامعاتهما من خلال برامج التعاون مع غانا، وسوف نزيد عدد المتدربين في مجال الأورام. بعضهم تخرجوا وأصبحوا فاعلين لدينا في المجتمع، وسوف أعلن أن مجتمع الخصوبة الغاني سوف يشارك في حملة أكثر من مجرد أم، ويشرفني أن أكون سفيرة لها، فكل البلاد النامية قد تعاني من الخصوبة والعقم. وسوف نعلم المرأة كيف تشعر بقيمتها حتى وإن لم تكن أما. 50% من العقم بسبب الرجال، ونشجع الرجال والمرأة على حد سواء على مناقشة مشاكل العقم، وسوف ندرب الإعلام على ذلك وكيفية تناول هذه القضايا بشكل مكثف فيها. أيضا سوف نجهز جائزة للسيدات الأمهات وغيرها. وفي عام 2019 سوف يكون هناك برنامجا نعلن عنه في غانا لتحقيق هذا الهدف. Merck Foundation through the Merck Cancer Access Program has also provided 1 year and 2 years oncology fellowship and master's degree for Ghanaian doctors to study at Tata Memorial Hospital in India and Cairo University in Egypt. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ma chère sœur,
Madame Faye, Première Dame du Sénégal. Mesdames et Messieurs les honorables ministres, تتعرض المرأة للظلم والقهر والتعذيب بسبب عدم القدرة على الإنجاب بالرغم من أنها قد تكون بريئة تماما، ولذا نعمل على إزالة الوصمة وتحقيق العدالة في الأسرة في النيجر. وأنا سعيدة بكوني سفيرة لهذه الحملة، وفي عام 2018 قمنا باستقبال مؤسسة ميرك الخيرية ووقعنا بروتوكول تعاون من أجل هذا الشأن ومن أجل إزالة الوصمة والتعاون في المجال الصحي والتدريب الاجتماعي لكل من السيدات والفتيات لتعليمهن حقوقهن وواجباتهن، وكذلك دعم مجالات الأورام، السكري، ضغط الدم. وكانت النتيجة هي أول متدربين تم بالفعل تدريبهن في مجال الصحي لتقديم خدمات أفضل في مجالات البيئة والصحة وتربية النشء. هي مشكلات تؤثر على المجتمع، لذا قمنا بعمل برامج متخصصة للمرأة من أجل الخصوبة وصحتها بغرض الكشف المبكر عن الأورام، وهناك مشروعات داخل القرى والمدن لدعم الحملة. وسوف أذكر لكم قصص من السيدات التي عانين من الاضطهاد والتشويه بسبب العقم، مع أنه لم يكن خطأهن في المقام الأول. وأؤمن بأن الإعلام هو شريك أساسي لإزالة الوصمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول موضوع العقم والخصوبة. Merci pour votre hospitalité et pour l'opportunité que vous m'offrez de vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. السيدات والسادة، تحتاج المرأة إلى التغذية السليمة وإلى توافر دخل كريم وتعليم سليم والقدرة على الإنجاب والرعاية الصحية. وهناك تزاوج متعدد لدينا في سيراليون، ويتم استغلال المرأة بشكل سيء، ويتم تطليقها أو حرمانها من حقوقها بسبب عدم الإنجاب. وأرى أن لهذا السبب لدى المرأة خوف ويأس وإحساس بعدم الأمان، كما قد يلجأن للدجل والشعوذة ولرجال الدين. وسوف يتم تخصيص حملات معلوماتية تهدف لإرساء رسالة يتم تصميمها جيدا من أجل التصدي لعقبات عدم القدرة على الإنجاب مهما كان المسؤول رجل أو امرأة. كما أيضا نود أن نرفع الظلم عن المرأة، لذا نشكركم على جهودكم لتدعيم أبحاث السرطان، فإن السرطان في سيراليون يحتاج إلى مستشفيات متخصصة، وهو الأمر الذي نفتقده. كما أن لدينا انتشار لسرطان القولون والثدي والرحم، وتحتاج المرأة إلى دعم صحي، والمرأة تعيش بأقل من دولار واحد في اليوم، لذا هي تتعرض للفقر والمرض. في سيراليون 4 مليون امرأة تموت بسبب السرطان سنويا بدون داعي، ونحن نحتاج إلى أدوات للتشخيص وإلى مستشفيات وعلاجات ومستشفيات متخصصة وأطباء متخصصون. لذا نطلب مركز قومي لعلاج السرطان، فهو كل ما تحتاجه المرأة حاليا في سيراليون، وهي تحتاج لذلك أكثر من أي بلد آخر. كما أن برامج ميرك الخيرية للتدريب الأطباء لم تختار أي من الباحثين في سيراليون، وهو الأمر الذي أتمنى تحقيقه خلال عام 2019. Monsieur le Président, Directeur Général de la Fondation Merck, Mesdames et Messieurs les membres de la Fondation Merck, chers participants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord emboîter le pas à mes sœurs.
أخواتي الفضليات، هذه فرصة طيبة للمشاركة في إزالة الوصمة عن المرأة الإفريقية، وكنت قد شاركت في مؤتمر مصر عام 2017 حيث قبلت أن أصبح سفيرة لحملة أكثر من مجرد أم، وبدأنا بالفعل في التخطيط من أجل رفع الظلم عن السيدات بسبب عدم قدرتهن على الإنجاب، وربما لم يكن السبب منهن. لدينا فقط في تشاد أدوات أساسية للعلاج، لكننا نحتاج إلى مزيد من التقدم في أدوات أكثر تطورا وتقنيات أكثر تقدما لمواجهة موضوع الخصوبة والعقم. كذلك نحتاج إلى توافر معلومات عن مرض السرطان والخصوبة على حد سواء، وأعتقد أنه بتضامن مع الإعلاميين والصحافة من أجل التنوير ونقل المعلومات الحقيقية يمكننا أن نرفع الجهل عن المجتمع، كما أيضا يمكننا أن نحاول إقناع الرجل بأن يشارك في مسؤوليته، وتحتل الخصوبة والعقم مركز الاهتمام إلى جانب أمراض السكري وأمراض السرطان، فهي أمور هامة في بلادنا ونتطلع للعمل سويا في هذا المجال. Et auquel nous y avons adhéré dans la moindre, sans la moindre hésitation, a été aussitôt implémenté dans notre pays dès notre retour d'Égypte. هناك دوما ميزة كوني السيدة الأولى التي تتحدث أخيرا، فمعظم ما أردت قوله قاله بالنيابة عني أخواتي الكرام، لذا سأختصر. شاركت زامبيا من خلال تدريب أطباء متخصصين في مجال السرطان مع مؤسسة ميرك الخيرية، وهذا العام ستشارك في تدريب أطباء الأطفال وأمراض النساء والتوليد، كما سوف نقوم بتدريب أطباء حول علم الأجنة والتخصيب المجهري، ولدينا برامج طموحة لإنهاء زواج الأطفال والحمل غير الشرعي في زامبيا، كما نريد أن نزيل عن الأطفال الاعتداء الجنسي عليهم، وننشر التعريف بالأسباب التي قد تسبب العقم من أجل إزالته من الجذور. ولأن الرجال نصيبهن 50% من العقم، علينا تشجيع الرجال على التحدث بصدق وفتح قلوبهم من أجل حل مشاكلهم دون أن تمنعهم الكرامة أو الخوف من المجتمع ونظرته لهم. وسوف أعلن أن زامبيا سوف تطلق حملة أكثر من مجرد أم في العام القادم، وأسعد بأن أكون سفيرة لها، وأدعو السيدة الأولى للسنغال في أن تفتتح معي هذه الحملة العام القادم. شكرا على دعوتي. Mesdames les Premières Dames d'Afrique, Mesdames, Messieurs les Ministres, Madame
le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, assurant l'intérim. أقدم التهاني والتحيات للسيدات الأول الذين يشرفون اليوم وللدكتورة رشا قلج لمبادرات أكثر من مجرد أم، وأقدم التحية لسيدتي الأولى للسنغال السيدة مريم سال، وأؤكد على الاهتمام بالصحة لأنها الموضوع الأول الذي يشغل بال أفريقيا، ويدعو لاهتمام بالتعاون المشترك ما بين الدول الإفريقية وبناء القدرات في مجال الصحة وتبادل المعلومات والخبرات حول الموضوعات المطروحة من خلال استراتيجية إزالة الفقر والجهل وتحسين الصحة. تأتي المبادرات كلها في إطار الاستراتيجية القومية للسنغال، وأن التعاون المشترك يزيد من التضامن الإفريقي، والأمراض التي نتحدث عنها هي أمراض نقول عنها أنها غير قابلة للتواصل، بمعنى أن الناس لا تتحدث بخصوصها وأنها غير معدية، وهي أمراض السرطان، السكري، ضغط الدم، والخصوبة أو العقم، والأخيرة لها أهمية لأنها تؤثر على بقاء الإنسان والمرأة بوجه خاص. وتتمثل رؤية رئيس الدولة السنغال في أن المرأة هي رمز للعمل والتنشئة والنجاح في المجتمع من خلال جهودها وإسهاماتها، لذا من غير المعقول أن تتعرض لحملات التشويه بسبب شيء خارج عن إرادتها أو قد يكون الرجل مسؤولا عنه. Au nom du président Macky Sall. بهذه الكلمات تم ختام فعاليات الجلسة الأولى لافتتاحية للمؤتمر التنويري الخامس بين آسيا وإفريقيا وامتداد الجسور التعاون بين الشعوب في مجال الصحة والتنمية البشرية من أجل أن يكون هناك سواعد سليمة تبني مستقبل أوطاننا في القارتين. وبحضور السيدات الأول سفراء مبادرة أكثر من مجرد أم، اكتملت صورة الإرادة الإفريقية حول التصدي بشجاعة للمشكلات المسكوت عنها والتي تعد إرثا ثقافيا ينبغي التخلي عنه للأفضل.